مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. وطبعا تحية لكل من يشاهدنا من خلال شاشة قناة الأهلي. هنبدأ في الشوط الأول وهنقول وصفة بسيطة لكن في ناس كتير قوي بتحبها. خلينا نقول هي إيه؟ هي وصفة يعني على الطريقة الهندية بالمكونات والتوابل الهندية شوية. عندنا الدجاج الهندي الحار بالكاري. الحقيقة هو برضو ليهم أكلات كده جميلة. الناس اللي بتحب تأكل في مطاعم هندية بيبقوا مشهورين شوية بالعيش بتاعهم، مشهورين بالفراخ، مشهورين بالدجاج التكة، مشهورين بالعيش الرائع، بالسلطة الرايتة بتاعتهم، بحاجات كده معينة، وجبات لطيفة جدا وأكلات حلوة بالعدس بجبة حلوة قوي ليها طعم وتيست جميل. فليهم كده أكلات حلوة. خلينا نبدأ نقول بسم الله ونقول المقادير. عندي أول حاجة زبدة أو زيت. أنا هستخدم الزيت مش هستخدم الزبدة عشان اللي عايز يعملها تبقى خفيفة، لأنه بالفعل هي فيها نسبة كريمة فأنا هكتفي بيها. عندي 4 صدور من الدجاج متقطعين مكعبات، عندي بصل مبشور، عندي طماطم، وعندي ثوم مفروم، وعندي 2 كبار من صلصة الطماطم، وكوباية من الكزبرة الخضراء، كوباية من كريمة الطهي، كوباية مية سخنة، مكعب مرق وزنجبيل، كركم وكاري وكزبرة جافة وكمون وملح وفلفل. هي مكوناتها لطيفة جدا ويعني التوابل اللي فيها ليها كده تيست وطعم حلو مختلف عن اللي احنا ممكن نكون متعودين عليه في العادي، لكن برضو الأكلات دي أو الأصناف دي ليها محبيها. يعني احنا برضو أنا عن نفسي كنت بحب قوي أروح أكل في بعض المطاعم الهندية، يعني لما بنبقى الدنيا جميلة كده الواحد ايه ممكن يغير يعني. لكن ليهم الاكلات اللي قلت لحضراتكم عليها دي سبحان الله هم مشهورين بيها قوي، واكلاتهم بسيطه وحلوه، حاجات كتير بالعدس بيعملوها حلوه قوي. طيب انا بسخن هنا وهحط كده زيت، بسم الله، وهبدا اخد اول حاجه البصل المفروم، بسم الله، ده وهاخد معاه رشة ملح عشان تساعد البصل يعني ينزل المية بتاعته ويبدأ يعني ايه يدخل في التسوية ويصفر، بسم الله. هنقلب تقليبة كده، ازود النار كويس اهو، اوكي، ونقلب كده. الصدور ممكن تبقى صدور يعني تنفع الوصفة دي بصدور نية زي ما حضراتكم شايفين، وتنفع كمان بصدور مستوية، بس في الحالة دي هشوح كل الحاجات الخضروات دي والحاجات دي في الأول وهسيبها تصلصل وبعدين هضيف الفراخ المستوية، لأن هنا الوضع اختلف. لكن لو أنا عندي بقى الفراخ من الأول كده فريش يبقى أنا هستخدمها زي ما هي. وده برضو من ضمن الوصفات اللي نقدر نشغل فيها وصفة أو بواقي فراخ موجودة عندنا، صدور مثلا أو فرخة هنخليها ممكن نعمل، لأنها من الحاجات اللي ليها تيست وطعم حلو في ناس كتير قوي بيحبوها الحقيقة. هقلب كده تقليبة حلوة، تسخن بس الطاسة كويس. طبعا الكاري برضو مفيد جدا، الزنجبيل مفيد، الكزبرة الخضراء بيستخدموها كتير قوي في الأكلات بتاعتهم، الزنجبيل، اليانسون النجمة، القرفة، القرنفل، بيستخدموا المجموعة دي بالذات في البرياني كمان، مجموعة أنواع البرياني عندهم في الرز رائعة وكتيرة جدا. فعايزين نشوف فوائد الكاري ونتكلم عن الكاري شوية. بصوا كده، قلب تقليبة كده، وهناخد بقى شوية كده من الثوم. عايزة أقول لكم الكاري ده يعني من الحاجات اللي الناس بقى بتبقاش ساعات واخدة بالها منها. عايزة أقول لكم ده أولا في ناس كتير قوي هم ليه يعني بيضيفوه على مشروبات علشان الانفلونزا، عشان الزكام، عشان الوجع، وناس كمان بياخدوه علشان هو بيساعد ساعات في انقاذ الوزن، في دكاتره ساعات بتكتبه من ضمن الوصفات، وهو اصلا غني بمضادات الاكسده. عايزه اقول لكم يعني طبعا
اي ناس بقى عنده اي حد يعني من الناس ساعات بيجي لنا كده عسر هضم بينظم بقى الموضوع ده جدا على فكره. كمان بيقي من سرطان القولون، الالام المفاصل، الناس عندها الام مفاصل بيقلل من الالام. في حاجات كده سبحان الله لما احنا بنتطرق ليها بنلاقي ان ليها حاجات كتير نقدر نستفيد منها، وما نبقاش عارفين هي كويسه ولا وحشه، بس نقدر نحطها بنسب ونقدر نستفيد منه. عارفين كمان يعني مثلا بعمل برياني رز، انا بحط شويه من الكركم او الزعفران زي ما حضرتك لو متوفر، وبعدين بنحط كمان الكاري بيدي طعم كده بسيط مع مثلا شويه قرنفل مع عود قرفه مع يعني الحاجات دي مهمه انها تدخل في حياتنا. طب لو انا هعمل شويه فراخ متبله ايه المانع ان انا احط رشه بسيطه من الزنجبيل، عشان طبعا مرضى الضغط ساعات بيبقى مؤثر بشكل سلبي عليهم، مفيش مانع. اقدر كمان ان انا استفيد في الشوربات مش بس في التتبيلات، اللحوم والفراخ اضربه واخده بنسبه بسيطه ابقى اخدت الفايده بتاعته، بما ان احنا يعني في الحياه في حاجات ساعات كده في في البهارات والتوابل، واصبحت كمان غاليه كتير شويه في منهم، يعني زعفران بقى غالي جدا جدا، الصنوبر بقى غالي جدا، فبقينا بنلجا بديل الزعفران الكركم وهو متوفر وكمان ليه فوائد حلوه، والكركم ما بيعززش ماده الكركمين دي الا لما بيبقى فيه ماده حاره زي الفلفل عشان تستفيدوا منه يعني. طيب نقلب كده تقليبه، شوح الفراخ كويس تشويحه حلوه. عايزه بقى كده اعمل هنا كده في النص، بسم الله، بس اغير شكل او لون الفراخ كويس. انا معليه على الاخر والله، هو في هنا اتنين بس تمام شغال زي القمر على الاخر كده نقلب. في بيعملوا حاجات باللحوم، بس هم اللحوم عندهم الحمراء مش قوي، معظم اكلاتهم تعتمد على الدجاج، اللحم الابيض ممكن باللحم، ممكن نعمله باللحم هيبقى حلو برضو، بس هو سبحان الله التوابل معينة بتليق مع طعم اللحم الأبيض وتوابل معينة بتليق مع طعم اللحم الأحمر، فهي لكن طبعا ممكن تعمله ده جدا. طيب هشوح كده، هاجي هنا بقى معلقة زيت من النباتي، هحط شوية المكونات اللي هي اللي هي الكاري والحاجات اللي أنا عايزة أديها أحمصها تاخد تحميصه، الله على الروائح، ورشه بسيطه من الزنجبيل مش عايزه كتير كده، بصوا بقى ونقلب، الريحه تبقى قويه جدا ازاي. كزبره تشمنا هنا ماشي. بشكركم والله على يعني على المشاركه. بصوا الريحه روعه، اولا اول ما بتتشوح والله فعلا جربوا كده تشوحوا البهارات كده في الاول تلاقوا الريحة بقت قوية جدا في الوصفة اهو كده. نحط كده شوية من الطماطم مبشورة، الطماطم دي مبشورة طبعا، الجنزبيل لما نحطه في الاكل فوائده كتير وبيعزز صحة القلب والشرايين يعني، وكمان يعني مرضى السكر هو من الحاجات اللي بتقلل مستوى السكر في الدم. بصوا وخلوا بالكم الزنجبيل ده كمان قوي لجهاز المناعه جدا، كمان لسرطانات الجلد، الحاجات دي مهمه قوي يا جماعه، احنا كناش نسمع عن الحاجات دي، بس في ناس كمان بتحب تشربه قوي، تقول لك بعد الظهر يقول لك انا عندي ما احبش بقى يجي لي صداع، فانا بحط بقى على الشاي قطعه من الجنزبيل. على فكره انا ساعات بعمله في البيت كده، يعني اجيب قطعه جنزبيل فريش واحطها في براد الشاي نفسه، براد الشاي بنحط فيه الشاي ونحط معاه قطعه جنزبيل كده بيمنع الصداع. جهاز كل اي حاجه في الجهاز التنفسي الزنجبيل كويس جدا ليها الحقيقه، وبيعزز مناعه الجهاز التنفسي جدا. بصوا بقى انتوا كده والله
كده. بصوا لا ما هو بقى في فيتامينز طبيعيه، ما احنا في الاخر بص احنا هما بيقولوا في الكنترول كده ان الواحد كده ممكن بقى ما لو احنا بنستمر على الاكل ده يعني مش هنحتاج فيتامينز خارجيه. فعلا احنا والله لو كنا فعلا بنستمر على الاكلات دي صحيه في سيستم حياتنا احنا فعلا ما كناش هنحتاج ناخد حاجات دي. بس طبعا سيستم الحياه وفي ناس ممكن تكون غصب عنها تحتاج، لكن اصبحنا محتاجين المكمل ده لان احنا اكلاتنا ما بتديناش ده، مش بناكل اكل صحي مش في 100%. يعني انا هقلب ده، قولوا لي انتوا بس وقتنا قد ايه وانا هظبطكم. طيب هقلب كده، بصوا تقليبه حلوه، وبعدين هسيبها بس شويه كده مش عايزه اعمل حاجه. انا حطيت نص مكعب من المرق. في المرحله دي بحب احط بقيه كميه التوم فريش، بتدي طعم تاني سبحان الله. اللي بيتشوح مع البصل ده حاجه، واللي بيتحط في نص الاكله ده بيدي طعم تاني خالص. وهبدا هنا جنب حضراتكم برضو، هشغل هنا وهبدا اعمل رز بسمتي ابيض عادي جدا. الجاسمين رايس ده كمان من الحاجات الصحيه قوي والوصفات الجميله، يعني ان هو بيتقدم جنب الحاجات بتاعتهم قوي، بيعتمدوا على الرز الابيض معظم الوقت، وبيعتمدوا هم كمان على الحاجات التوابل الحاره قوي، يعني توابلهم حاره قويه. تعالوا كده جربوا جيبوا توابل من الهند، يا نهار ابيض طعم وتيست مختلف، كاننا احنا هنا بناخد اتربه مش بناخد توابل ملاش نكهه قويه كده زي عندنا، ده نكهتهم قويه جدا. بصوا هي كان عندي يعني صديقه هنديه فمفتحين مطعم في مكان ما على النيل يعني، وبين الحاجات الاساسيه عندهم دي، وكان نقعد نتكلم افهم هم يعني ايه اللي بيعملوه وايه الحاجات المشهورين بيها وايه دي. برضو حاجه حلوه ان اكتساب الثقافات بين الدول والاخرى، يعني لانه حتى احنا كدوله لما بيجي لنا ضيوف من بره مصر، احنا في قناه الاهلي بيجي لنا ناس موجودين معانا من بره مصر، اللي بقى لازم شويه بيتبسطوا لما بنكون عاملين لهم اكله زي ما بيقولوا ايه يعني فيها ريحه بلدهم، او يعني دي بتبقى حاجه سعيده اللي هم عارفين قد ايه ان احنا قدرناهم يعني، فبيبقى ليها كده مذاق خاص فعلا. نقلب، بصوا انا كل ده الريحه روعه، فراخ طبعا خلاص بتستوي ولونها حلو، وكمان الطعم بقى الطعم. تعالوا بس نحط بقى رشه ملح عشان انا حطيت ربع مكعب، هاخد بس رشه ملح كده. وهنا في بقى بيعملوا كمان الفراخ دي بيعملوها بالاناناس، انا بقى بصراحه لو عملتها احب اعملها باناناسه طبيعيه عشان تبقى طعمها حلو. لا بيعملوا بيقطعوا قطع الاناناس جوه الوجبه مع الفراخ ومعاها ميه الاناناس مكان المرق، فبتبقى حلوه قوي. هنا سخنت الحله، هاخد زيت نباتي بسم الله، هعمل كده شويه، وهنا بسخن الكاتل. دي تتاكل بعيش روعه، هما ليهم عيش كده نعمله بطريقتهم سريع هيعجب حضراتكم برضو، نقدر ناكلها بالعيش ده مش شرط يعني تتاكل مع رز، بس انا هعمل الاثنين اهو كده. حط بقيه الكزبره بقى الله، وبعدين هاخد مع الرز رز عادي خالص اهو، هنزل الرز البسمتي وايه وهبدا اقلبه كده قدام حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقليبه عاديه، اللي عايز يطعم بقطعه زبده صغيره الرز ماشي، اللي عايز يسيبه خفيف براحته. وهناخد رشه ملح مع الرز اهي، وهنقلب كده. تقريبة حلوة. هنا بقى بصوا الفراخ خلاص شايفين ما ضفتش مية ولا حاجة، الطماطم المبشورة هي اللي ادتني السوائل دي مع الايه مع الفراخ زي ما حضراتكم شايفين. هاخد بقى المية السخنة هنا بسم الله كده، كل كوباية رز بسمتي
جافه جافه يعني انا ما غسلتهاش، خدتها من الكيس على ان انا اطبخها على طول. هتاخد كوبايه ونص ميه مغليه او مرق مغلي اهو. خلاص هقلب بقى كده. لو هي اتبلت وصفتها تاخد كوبايه وربع. طيب ناخد بقى الغطا. هي دلوقتي شوفوا حضراتكم الميه بتغلي ازاي على طول. ههدي النار بقى عشان يتشرب كويس اهو، وهغطي على الرز. شايفين الرز اول ما بنزل الميه سخنه بتغلي لازم يديني كده. هروح بقى قافله عليه وسايباه لحد ما يتشرب، ريحته بدات تطلع. اصلا الجاسمين رايس ده من انواع الرز الراقيه جدا، ليها ريحه مميزه. وعلى فكره الانواع الغاليه فيه مش حلوه لان احنا في مصر ما بنستخدمهاش. بيعرفوها قوي اللي مش مصريين عايشين هنا في مصر، لكن بره مصر بيستخدموها كتير جدا، الدول الاخرى يعني سعوديه كويت قطر. لكن احنا هنا الانواع المصري افضل ان عليها سحبه اكتر، فهتلاقوها فريش. هنحط الكريمه اهي، شايفين الجمال؟ بسم الله اهو. هنقلب بس كده تقليبه حلوه تاخد غلوتين حلوين، وبعدين ايه نبدا بقى نشوف النوع العيش اللي عايزين نعمله مع الوصفه. احط بس شويه رشه زنجبيل خفيفه وايه باقي المكعب. بعد الكريمه تمتص شويه هي، فبتزيد على الخليط، فبتمتص شويه من الملوحه والتوابل اللي موجوده هنا في الوصفه دي، فلازم اظبطها. شايفين ازاي؟ احنا دلوقتي على خلاص يعني هنبدا نستعد ان احنا نغرف الطبق بتاعنا. بس انا طبعا ههدي النار عليها واسيبها شويه، وبعدين نبدا نقدمه. وهستسمح حضراتكم ان احنا نطلع لبريك، ونرجع بعد البريك نبدا في الشوط الثاني، وهنبدا بوصفه لطيفه بالعيش كده نعملها برضو على الطاسه، سريعه وجميله. نشوف بيعملوه ازاي، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، ودلوقتي هنبدا مع بعض الشوط الثاني. نعمل بقى وصفه كده لطيفه، عيش سريع على الطاسه، يعني لما الواحد يبقى مزنوق ممكن يعمله. انا بحاول كل فتره، وبرضه هيبقى عندنا العيش اللي هنعمله بعد كده. ممكن نعمل العيش ده بدل الدقيق العادي اللي انا هعمله او الشوفان، نعمله بدقيق رز. دقيق الرز بيبقى رائع كمان في الوصفه دي جدا. طيب انا هعمل عيش هندي في الطاسه، عباره عن كوبايه دقيق كامل الحبه، اما دقيق قمح او دقيق شوفان، وعندي كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات، تمام؟ وعندي 4 معالق كبار من الزيت النباتي، وتلت كوبايه من الميه السخنه، ورشه ملح. كل ده بقدير العيش. يبقى عندي كوبايه من دقيق الحبه الكامله، ممكن اعمله بني او اعمله بدقيق شوفان زي ما انا عامله، وعندي كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات، انا حاطه دقيق شوفان دلوقتي، وعندي 4 معالق كبار من الزيت، وعندي تلت كوبايه ميه ورشه ملح. بسم الله، تعالوا نقول بسم الله ونبدا. طبعا الناس اللي حابه تضيف مكان الزيت زبده براحتكم، انا في الاخر بدي لحضراتكم افكار. اخد اول حاجه كميه الدقيق كده الابيض وزيق الشوفان، كوبايه لكوبايه. عايزين تنوعوا تعملوا بزيق الرز ماشي برده، كل دي حاجات جميله وبيطلع حلو على فكره بزيق الرز جدا، كمان لمرضى الحساسيه اللي هم بتوع الحبه دول الكامله ما بيحبوش فيستخدموا زيق الرز. طيب هاخد كده نوعين الدقيق فوق بعض، وهاخد ملح، وهاخد كده الزيت. بسم الله، 4 معالق زيت، وبعدين هاخد معاهم الميه السخنه. انا طبعا اسمحوا لي هنزل كده وهقلب الاول الخليط ده بسم الله مع بعض. وانا بقلب بضيف الميه علشان اتحكم في نسبه السوائل.
خليني اشوف مع حضراتكم عشان انا حاطه نسبه من دقيق الشوفان. دقيق الشوفان دايما اعرفه دقيق القمح الحبه الكامله يمتص شويه نسبه اكبر من السوائل. بصوا كده حاجه بسيطه، الم بس الشويه الباقيين، هي لسه جافه، هحط نقطتين كمان. انا ليه بقول لحضراتكم نتحكم في السوائل؟ لانه نوع دي اللي انا بستخدمه ممكن يكون نوع مختلف عن حاجه بتستخدميه، او حضرتك جبتي شوفان عندك فاضل في البيت وطحنتيه فاستخدمتيه بديل الدقيق، فكل دي حاجات عوامل تخليني اتحكم انا في نسبه الميه. بسم الله. النقطة الثانية المهمة، بصوا كده اهي، النقطة الثانية المهمة هي ان انا اريح العجينة دي. اخد كده نقطة زيت بس كده في البولة، نعمل كده نقطة الزيت دي مهمة جدا، وخليني اخد كده قليل من الدقيق عجينة بس هنا قدام حضراتكم الدقيق كده كده يلودي ماشي عشان يبقى اكثر دقه يعني يا ندى. اهو بصوا حضراتكم اهو تبقى كده. طبعا انا هاخد العجينه دي، بصوا بقى بدات تبقى لينه ازاي، ما تبقاش جافه عشان هو كل ما بيقعد بيمتص من السوائل. فانا الاول كانت بتلزق حاجه بسيطه، عملتها لحد ما تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده لينه ولطيفه، يعني تحسوها ايه طريه مش جافه. خلاص هحطها بقى في البوله دي كده مع الزيت، وهروح مغطيها وهروح سايباها زي ما بيقولوا تاخد وقتها يعني وترتاح. هاجي بقى انا اللي عاملاه التاني ده مش بنفس نوع الدقيق ده، فانا هسيب دي ترتاح مع حضراتكم ونبقى نخبز منها اتنين مفيش اي مشكله خالص. انا هعمله على الطاسه، اسمحوا لي هشطف ايدي ونشوف شكل الفراخ كده وهي في الطاسه. انا سايباها على نار هاديه قوي بقى، وطيت وهوريكم الرز حالا ونقدم الطبق بتاعنا ده. الرز عملناه بطريقه بسيطه وسهله، بس عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا. ادي الفراخ اهي، شوفوا بقى الصوص بقى جميل ازاي. طبعا الكزبره الخضراء مديه شويه يعني طعم، وطبعا غير التوابل الله الله الله. بصوا كده شايفين الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر بسم الله، هاخد شوكه كده واري حضراتكم اهو، شايفين الرز اهو، ده الرز البسمتي حلوه حلوه، هتاكل من غير ما تبقى خايف لا جميل جدا. وخلوا بالكم، انا تسلم يا رب، انا عملته يبقى هرفع بقى كده من على النار. انا عملته ملح مظبوط، ما هوش يعني ملح، ليه اعمل حسابي اني هحط الصوص ده على الرز وهاكل، فطبيعي ان هو يبقى يعني هيبقى مظبوط بالملي. طيب هسيب دي ترتاح، خليني اوري حضراتكم اللي انا عاملاها بالدقيق الابيض العادي عشان نبقى عملنا كل حاجه تناسب حضراتكم. بسم الله، بغطي كده بكيس، بطلع العجينه اهي هنا، بسخن بقى الطاسه بتاعتي. خليني اخد بقى هنا رشه من الدقيق كده. بصوا لما بترتاح بتبقى عامله ازاي، زي بالظبط عارفين الفطير الشرقي لما بنعمله دي وميه وملح، فدي وميه وملح ده تلاقوا العجينه الاول شده كده، وبعدين تيجوا بعد ما تريحوها تشوفوا بتاع الفطير يفضل يبطط فيها على انها فيها خميره، وهي ما فيهاش خميره اصلا، هي بس العجينه ارتاحت. خلاص هناخد بقى كده نبدا نفرد بالمردله كده. هنعمل كده، بسم الله. انا بسخن هنا طاسه، بسخنها، خليني بس اعلي النار عليها شويه، حلو قوي، اعلي النار شويه بسم الله كده، وخلي بتاعه الدقيق هنا جنبي اذا احتجت فسفوسه كده، حاجه بسيطه قوي، سنتوسه صغيره
سنتوس. انا عايشه في البيت كلهم اقول لهم سنتوس عشان اقلع الولاد ياكلوا، فاقول له دي سنتوسه صغير، حاجه بسيطه قوي، سنتوسه صغيره عشان يقتنع. عمرهم ما سالوني يعني ايه عشان انا ما عنديش رد يا ندى، فما تحرجنيش. يعني عمرهم ما قالوا لي سنتوسه دي يعني ايه عشان انا ها. طيب كده عملنا قبل كده مع حضراتكم التورتيلا هنا ايه، والعيش الطاسه ده على فكره من انواع العيش الجميله قوي السهله، يعني اللي نقدر يعني ايه نعملها واحنا مرتاحين كده. بصوا بقى بفرد ازاي كده، كده وهاخد الناحيه الثانيه. ايه لا مش شرط، عايزين مره نعمل عيش البلدي بقى، نعمل بس في الفرن. العيش البلدي ده جميل بس بنفرده على رده، يبقى بس القعر بتاعه هو اللي ايه اللي كده، بترش على الوش برده شويه عشان في ناس ما بت ايه ما بتحبوش يبقى كده. اهو نفرد كمان شويه، كمان نريح العجينه كده حلو، كمان سندوسه حاضر يا فندم. كده اهو بصوا، او كل ما ترتاح افردها تبقى تمام. اه نفردها بقى ما تبقاش بترجع معانا كده وتايه وتكش اهو. طبعا اللي عايز شكل منمق حضراتكم تقدروا تعملوا بطبق كده، تقلبوا الطبق على وش العجينه ونعمل بشكل طبق مدور مثلا، فتدينا شكل حلو يعني شكل مهندم اكتر يعني. خلينا بقى ايه، بسم الله كده اهو على الطاسه من غير اي حاجه، انا ما ضفتش ولا ماده دهنيه ولا حاجه اهو قدام حضراتكم كده. احنا ممكن بقى نجيب الطاسه دي هنا، ايه رايكم؟ ونخلي بقى دي خلاص هناك عشان حضراتكم ايه يعني تبقى على النار هنا اقوى بسرعه. خلاص ممكن نعمل واحد كمان بالعجينه اللي احنا عملناها دي، بدي شوفان كده. شوفان ده بقى من الحاجات يعني الجميله جدا غنيه بالالياف فعلا، يعني بيساعد على الشبع بجد، وسعراته كمان الحراريه قليله، فحضراتكم ما تقلقوش منه. اهو انا هفرد ده، بس ده هيبقى شكل مختلف، ده مرتاحش، بس انا هحاول اعمل واحد كده مع حضراتكم كده. اهم حاجه العجينه ما تشققش عشان اطمن ان نسبه السوائل فيها مظبوطه، لان هو كل ما بيقعد بيمتص من السوائل دي. لسه شويه كده اهو كده. اه هنغرف بقى دلوقتي الايه الرز بتاعنا، ونعمل بس نجهز عجينة كده بتاعت الرغيف ده اهو. تمام اهو زي ما حضراتكم شايفين، ونبص بس على الطاسة بصة كده نقلب، لسه نقلب من ناحيتين. لا وطعمه كمان هيبقى حلو. تعالوا بقى ايه نغرف مع بعض. بسم الله. انا ممكن اعمل قالب كده لطيف للرز الابيض هنا مع حضراتكم، ومحمد هات لي طبق ابيض كده مدور حلو اقلب فيه الرز بتاعنا الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده بصوا بيتنفخ ازاي العيش، هاجي بقى بالسباتشولا عشان اضمن انه ايه اهو. بصوا من هنا لما يعلى كده اعمل كده من الحروف كده عشان المنفوخ ده بيسوي العجينه جوه. اه اسمه بارت، خبز بارت، واعملوه بقى بالنوع دي اللي يريح حضراتكم. بصوا شايفين ازاي نقلب عقبال ما انا اخد كده ايه مغرفه ابدا اغرف لحضراتكم.
بسم الله. هنكبس بقى كده. بسم الله. الرز الابيض ده شايفين ازاي؟ بسم الله. الرز بقى ده لو اتبقى منه حاجه تقدروا تعملوا بيه بقى وصفه، رز بالخضار باللحمه المفرومه بالبشاميل، تعملوه زي المكرونه بالبشاميل كده يطلع روعه، تعملوا كرات الرز وتحشوها للولاد بالموزاريلا، نكلفه الرز كده ونعجنه في بعضه كده بايدينا ونروح ايه عاملين بيه الوصفه اللي بقولها لحضراتكم. بصوا الرز مش لازق ازاي، شايفين الرز؟ بصوا في قاع الحله مفيش. بتحب شويه؟ والله انت فكرتني بحد عزيز عليا بيحب نفس الموضوع زي بالظبط شويه المحشي المحروقين في الاخر دول. انا بصراحه استحاله يعني احس ان ده يعني ايه حاجه عيب قوي، معرفش مع يعني صعب يعني. طب نحرق لحضرتك شويه الباقيين دول. الله يسعدك يا رب. كده بصوا لما اجي اعمل اي قلب في الدنيا اعمله كده. بصوا العيش شايفين اللسعه دي بقى اهي، هينفخ كده سنه من الحروف اهي. لازم اكبس كده القالب عشان لما اجي احطه ما يبقاش زي ما بيقولوا ايه يفرفط مني، لازم اكبسه وهو سخن، فالحراره دي بتخليه يمسك في بعضه. خلاص دول بقى انا ممكن اشيلهم على فكره في الفريزر ده لو هو زياده، واستخدم منه كرات الرز بقى تطلع روعه بشويه تتبيله ان شاء الله مره ثانيه نعملهم مع حضراتكم. خليني بقى، يا نهار ابيض على العيش وجماله. تعالوا بقى ناخد الطبق الحلو اللي محمد جهزهولي. فين يا ابو حميد؟ هتسلم ايدك. ماشي شكرا يا محمد. بسم الله. الله اكبر. بسم الله. اهو ادي طبق الرز. هنا وخليني بقى اخد خلاص هنا اروح. بصوا العيش اهو، معلش انا حطيته بقى هنا في التقديم، ونعمل الرغيف الثاني ونشتغل بقى مع بعض عقبال ما احط الفراخ كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شايفين الفراخ الحلوه دي؟ هنبدا بقى الايه احنا عايزين حاجه خضراء بقى يا ابو حميد بعد اذنك عشان نحط على الايه الرز بتاعنا، او ورديه الطماطم الحلوه اللي انت عاملها لي هناك دي شفتها. تسلم ايدك وعينك. بصوا كده ايه رايكم؟ ها يا سيدي حلوه الورده يا محمد حلو. يلا والعيش. بصوا انا طلعت الرغيف اهو قدام حضراتكم وبعمل التاني. بصوا كده ادي التاني اهو معايا في الطاسه. بصوا بينفخ ازاي. بصوا هنا اهو اهو شايفين نبطط كده شايفين ازاي عشان يستوي جوه. بصوا بس هنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شايفين بقى الجمال ده. الله الله. نطوي بس الرز وتعالوا ناخد المغرفه نغرف الايه الفراخ بتاعتنا الحلوه دي لوش. بسم الله اهو. بسم الله بسم الله. الله تسلم ايديكوا وعينيكوا بجد والله تصوير يجننوا. تسلم ايدك مخرجنا وتسلم ايد المصورين كلهم وحبايبي كلهم اللي في الكنترول. تسلم ايدك يا نودي. شايفين ازاي؟ وبصوا العيش ده بقى عامل ازاي. بصوا الجمال ده والله العيش ده روعه اللي معمول بالشوفان ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص كده تمام استوى وزي القمر. هاخده بقى واديه هناك. واو اهو فنبقى عملنا كل الاصناف. تسلم ايد مخرجنا على الفراخ الجميله اللي ظاهره قدامي دلوقتي. اه خدوا بقى بعد اذنكم بس العيش اللي انا حطيته الاخير ده. ونشيل الفراخ. بسم الله. نحط معاها هنا الورده الثانيه هنا كده
وتعالوا بقى بينا نستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة. هنرجع بعد الاستراحة هنعمل وصفة لطيفة كده وسريعة حلوة، كيك بسيط كان أحد الأصدقاء طلبوه مني، مش كيكة الأناناس المقلوبة، كيك بالأناناس، يعني الأناناس جوه خليط الكيك، حاجة بسيطة قوي. تعالوا نشوف هنعملها إزاي، لكن بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية من الاستراحة، ودلوقتي بقى هنبدأ مع بعض نعمل كيك الأناناس، لكن كيك عادية جواها خليط الأناناس. هنعملها إزاي؟ هنقول لحضراتكم المقادير بسيطة جدا، هنتكلم على إيه الإضافات اللي ممكن تدي طعم للكيك ده. طيب عندي كيك الأناناس 3 كوبايات من الدقيق، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، 4 بيضات، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية عصير أناناس، ويمكن يبقى معاها 3 قطع من الأناناس إذا كان فريش أو إذا كان أناناس كومبوت، معلقة صغيرة روح أناناس، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنقول تاني، 3 كوبايات من الدقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر مليانة هرمية، رشة ملح، 4 بيضات، كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية عصير أناناس، معلقة صغيرة روح الأناناس تتباع عند العطار، معلقة صغيرة فانيليا. روح الأناناس دي زي روح اللوز وزي روح البندق وزي روح البرتقال وزي روح جوز الهند، كل دي روائح موجودة إيسانسات عند العطارين تقدروا تطلبوها بكل سهولة، عاملين من كل الفواكه يعني روح فراولة روح أناناس روح كده. فأنا الحقيقة دوبت الروح دي عشان حطيت الإيسانس فاستغنيت عن الأناناس، بس إحنا لو هنعملها في البيت بقى وعندنا كومبوت يا سلام، لو إحنا خدنا 2 3 قطعات وحطيناهم مع ضمن الخليط اتضربت في الخلاط مع العصير بتاعها وخدتها بيوري ضفتها في خليط الكيك هتبقى رائعة، يعني هتبقى رائعة. طيب نبدأ دلوقتي كده، أنا هكسر البيض مع حضراتكم بيضة بيضة عشان أنا هعملها برضو بإيدي كده. هنشوف المضرب السلك دلوقتي نعملها بيه، هاخد كده بيضة بيضة أتأكد بس إن البيض تمام، بسم الله الرحمن الرحيم وسليم، تمام بسم الله، لأنه زي ما اتفقنا البيض في الصيف ممكن يبقى معرض إنه يبقى فاسد، ولو لقيته يعني ده اوعوا ابدا ابدا تستسهلوا وتقولوا مش هتبان او مش باينه قوي او يعني مش ضربه قوي، اصل في ناس لا انا ليه بقول لحضراتكم بيضه بيضه بره علشان نقدر نتحكم ان البيضه اللي هتطلع لا قدر الله فيها حاجه نرميها ونغير الطبق ده نكسر في طبق تاني عشان هتبقى اخد خلاص من البكتيريا اللي فيها، لان التعب بتاع البيض الفاسد ده مش قادره اقول لحضراتكم صعب قوي كده كده. نشيل بقى دول ونقدم دي كده لقدام. هحط بقى هنا الفانيليا بسم الله، مرضتش احط السايلة علشان الفانيليا السايلة بتضغى لو حطيناها بكمية زيادة تضغى على طعم الايه الاناناس، انا مش عايزة كده، عايزة فانيليا باودر. مش كل الانواع في الكيكس او في الحلويات هستخدم معاها الفانيليا السايلة او روح الفانيليا زي ما بيقول، ونقي نوع فانيليا ما يكونش فيه نسبة سكر، لأن في عند العطارين أنواع كتير غالبا بيبقى فيها اللي بسكر. حضراتكم جيبوا الباكيتات، في باكيتات أنواع معينة، ولو عايزين تعرفوا إيه اسألوني أنا أقول لكم. طيب هاخد كده نسبة السكر، طبعا بنقلل نسبة السكر عشان إحنا في عصير أناناس فهو فيه نسبة سكر، وممكن أصلا ما نحطش غير نص كوباية سكر، واللي عايز يستخدم سكر دايت أو سكر فركتوز بتاع الفاكهة يتأكد بس من انه سكر الدايت بيكون من انواع السكر اللي بتدخل على الساخن بتدخل الفرن، مش كل الانواع بتبقى كده. طيب الزيت بسيط كده هقلب لحد ما يبقى زي المستحلب، وانا بقلب اهو، وممكن بايدينا ممكن بالخلاط، هنخلط كل المكونات السايله في الخلاط ونصبها على الجف عشان ما تقلش على الخلاط ان انا احط فيه دقيق وما الى ذلك. شايفين بقى عامل ازاي اهو بقى زي المستحلب. خلاص هشيل بقى دول وهبدا اخلط هنا رشه من الملح على الدقيق والبيكنج باودر ونقلب. لو الدقيق بقاله فترة موجود في الحر في دولاب المطبخ انخلوه، أي دقيق يكون موجود في دولاب المطبخ بقاله فترة انخلوه عشان يبقى الكيك هش وما يبقاش
مكتوم بقية المعلقة. هي معلقة كبيرة بيكنج باودر، بصوا كده، أو صغيرة مليانة هرمية. خلاص هنا أنا حطيت على العصير الكومبوت حطيت الإيسانس، هي حاجة صغنونة قوي يعني معلقة صغيرة من دي بحط عليها الإيسانس بس، وما ينفعش أزود عن كده عشان ما أتمررش. لو هستخدم إيسانس الإيه؟ الأناناس اللي هو اللي من عند العطار. طب لو هستخدم عصير أناناس هحط عادي وهضرب مع العصير ده مع المكونات السائلة دي كلها في الخلاط مع الأناناستين الثلاثة اللي أنا عايزة أضيفهم. أنا حاطة الإيسانس وده قوي. أناناس طبعا فوائده كتير جدا، وما بيجي الصيف بنبقى عايزين نعمل الكومبوت، لأن هو كمان من الحاجات اللي بتساعد على علاج التهاب المفاصل قوي. بيقوي المناعة يعني من الحاجات وبعدين خلوا بالكم بقى الأناناس ده في حاجة مهمة قوي، إنه بيساعد على سرعة التئام الجروح للناس اللي بتاكل أناناس فريش. بس طبعا نخلي بالنا مرضى السكر، لأ ليه؟ لأنه في نسبة سكر عالية جدا. فهو محسن جدا لما نحطه لأطفالنا من ضمن الفواكه، يعني اعتبروه من ضمن الفواكه الأساسية. بيساعد قوي وبينظم كمان، منظم لضغط الدم. خلوا بالكم مرضى الضغط يعني، بس مرضى السكر لأ. في بقى فيتامينز كتيرة جدا، ألف وبي، وفي فيتامين جيم كمان، وطبعا في نسبة نحاس كويسة، وفي مغنيسيوم. الحاجات دي كلها حاجات مفيدة في الأناناس، مجموعة ألياف طبعا. فأنا بقول إن لو هنجيبه فريش، أولا نختار الأناناس الفريش إزاي؟ الأناناس الفريش هندخل أي مكان أو عند أي عطار، أسفة، عند أي حلواني عند أي فكهاني، هنلاقي إيه بقى؟ هنلاقي الأناناسات لازم تكون الورق الأخضر بتاعها ورق أخضر أخضر حقيقي وريحتها قوية، عشان الورق اللي بيبقى مصفر أو واخد على بني دي ما بتبقاش أناناسة فريش. وهتفتحوها من جوه هتلاقوها فيها جزء كده أسود ومأكسد، فمش هتبقى حلوة وأنتوا عاوزينها جامدة. هو ساعات في بعض الماركتس الكبيرة يقول لك إيه أفتحها لحضرتك، لو هو عنده اللي هي الجهاز اللي هو بيبقى مفرغ ده وبينزلها يدوب يخرمها وبيقطعها هو سلايدز كده شرايح. لا، أو إحنا في البيت هنعمل ده في البيت عندنا بشكل لطيف جدا، مش محتاجين يعني إن إحنا إيه حد يعملها لنا. هنشيل القطع اللي فوق والقطع اللي تحت ونقشرها ونقطع دواير، وبعد ما نقطع دواير هنجيب اي حاجه مدوره من اشكال البسكوت، ناخد الحته اللي في النص الجزء الناشف ده وما ترموهوش، حطوه في الفريزر تعملوا منه شربات، تغلوه وتحطوا معاه ميه وتسقوا بيه كيك، تسقوا بيه تورته، تسقوا بيه اي حاجه من الحاجات المفيده جدا. عايزه بس كده اقلب تقليبه حلوه كده للدقيق، عشان كده بقول لحضراتكم الدقيق يتنخل حلو. وين ايه بس برضو لو مش موجود الجيش قال لك اتصرف. الجيش ده نعمة لبعض الشباب بجد والله العظيم، نعمة عشان يعرفوا قيمة الأهل ويعرفوا قيمة البيت ويعرفوا قيمة الحياة اللي بتبقى كويسة، ويعرفوا ان في غيرهم ناس بتبقى شايلة المسؤولية ازاي وبتتحط وبتضغط عليها في أوقات صعبة جدا جدا، بتخدم بلدها بشكل معين في وقت معين بالشكل اللي انت شايف نفسك انك مرفه فيه قوي على الاخر ده. هدخلهم كلهم الجيش. يلا بي، عايزه تخشي الجيش يا ندى، انت مش ملتزمه لوحدك يا ندى. طيب كده هاخد كده شويه من الزيت النباتي، بسم الله الرحمن الرحيم، في القالب، واقدر القالب ده ابطنه برضو بشويه دقيق، بسم الله. هعمل كل الحاجات حتى هنا كده، والجوانب كده زي ما حضراتكم شايفين، نقلب كل الكمية دي كده. وبعدين هنصب بقى الخليط بتاعنا ده، خليني بس أتأكد إنه تمام الزيت في كل الأمور هنا. لو عايزين تبطنوها بدقيق ماشي، بس هو على فكره ده يعني القالب ده مش هيخليها ان شاء الله تلزق، بتطلع بكل سهوله مفيش مشكله. لكن لو القالب عادي عند حضراتكم خلاص بطنوه بدقيق يعني تحسبا، او ورق زبده، ما هو القالب ده مش محتاج،
نوعية القالب ده مش محتاج، لكن في أنواع قوالب تانية ممكن نبدر بالدقيقة ونحط ورقة زبدة زي ما قلت لحضراتكم. ورقة الزبدة تدهن، ما تسيبوهاش. ليه بقى؟ لأنه في أنواع ورقة زبدة بيمسك في الخليط الكيك، فهيضايق حضراتكم جدا. فخلينا دايما نأمن إن احنا ندهن تحت زيت ونحط في القاع ورقة زبدة، ندهن فوقها كمان مسحة زيت. طيب هدخل الخليط ده الفرن حرارة 180 على الشبكة في النص، هتاخد من 40 دقيقة ل 45 أو 50 على حسب يعني درجة حرارة الفرن، على حسب درجة حرارة الفرن. هندخلها هنا وهنسيبها، مش هنفتح عليها ابدا قبل مرور 25 دقيقة استحالة علشان ما تهبطش. وزي ما اتفقنا الفرن لازم يكون سخن، انا دلوقتي هبدأ اعمل الكيك، الفرن لازم يكون سخن قبل ما ابدأ فيه خليط الكيك على طول. ومعانا الكيكة اهي طلعت دي حتة من الاناناسة كده، والكيك بتاعنا بالاناناس شايفين طالع جميل وهش ازاي. وطبعا اي قالب بيعجب حضراتكم ممكن تعملوا دي على قالبين انجلش كيك، وممكن حضراتكم تحتفظوا بواحده في الفريزر لو عايزين تحتفظوا بالكيك كان كميته كبيره، بعد ما يبرد تماما نغلفه ونحطه في الفريزر. طبعا اسمحوا لنا، احنا طبعا عملنا كيك الاناناس النهارده بالاناناس جوه خليط الكيك مش زي كيكه الاناناس المقلوبه، وعملنا صنف الدجاج اللي بالهندي الحار بالكاري، وعملنا الرز الابيض الجاسمين رايز الابيض، وعملنا كمان العيش الهندي اللي بالطاسه، عملناه بعجينتين عجينه الشوفان والدقيق، وعملنا كمان البلزيه الابيض. اسمحوا لنا بقى نطلع لدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة باي ناتشرال، وأسئلة حضراتكم والإجابات عليها بعد الاستراحة.